سلام، مرحبا بكم. غنحتاجو في المقادير كأس ديال الزيت هنايا كما تشوفوا ممتلئ مزيان. غنصبو هكا في شي إناء وغنضيفو عليه كأس ديال سكر كلاصي. كأس ديال السكر كلاصي هكا ما يكونش عامر مزيان، هو والدقيق كما تشوفوا في الصورة يعني كلهم ما عامرينش بزاف. وغنضيفو عليه هنايا فاني ونص كاس ديال الزنجلان هنايا محمره مزيان في المقلة باش يعطي واحد النكهة زوينة للغريبة. انا خلطت مزيان هاد المقادير هادو حتى يدوب لينا السكر. هنا يمكن لك تستعملي الخلاط اليدوي الا مبغيتيش تستعملي يديك. هنا من بعد ما يدوب لينا السكر مزيان نحسو بيه داب، غنضيفو الدقيق. هنايا ضفت الكاس الاول كما تشوفوا هنايا راه غير ممتلئ يعني ناقص منه شويه. انا ضفت الكاس الثاني وغنضيف عليهم جوج خمارات. غنخلط هادشي مزيان حتى يتجانس لينا حتى ما يبقاش عندنا داك الدقيق الاول، عاد باش نضيفو الكاس الثالث. هنايا على حسب الدقيق، انا احتاجت هنا 3 الكيسان يعني انتي تقدري تنقصي وتقدري تزيدي على حسب. كما تشوفوا انا ما ضفتش الكاس الثالث مره واحده، تنبقى نضيف بشويه بشويه حتى تنشوف العجينه واش هي هذيك ولا خاصها دقيق. هنايا كملت 3 الكيسان ديالي ديال الدقيق. انا فقط غير غنخلط حتى ما يبقاش لنا الدقيق باين لينا وتنسجم لينا العجينه مزيان صافو. غنحبس من دليك. انا من بعد ما كملت العجينه ديالي غنبدا نعمل هنايا كويرات. كويرات يكون شويه الحجم اللي بغيتو، يعني اللي بغيتوها كبيره ديروها كبيره ماشي مشكل. هنايا نكورها شويه نقرصها يعني نبرك عليها هكا شويه كما تشوفوا في الصوره، حيت هي ملي تندخلوها الفران تتنفخ لينا، من الاحسن نضغطوا عليها هكا شويه. هنعمل معاكم كويرة اخرى باش تشوفوا. بهذه الطريقه نضغطوا عليها هكا شويه بالكف ديال يدينا ونحطوها. نبقاو هكا تنكملوا الكميه ديالنا كامله. انا قبل ما نبدا نخلطها شعلت الفران خليته على درجه مهيله باش يسخن ليا مزيان. ندخلها في الفران لتحت يعني تكون العافيه فوقها حتى تفقع علينا وتاخد اللون ديالها الذهبي، عاد نطلعوها لفوق تكمل طياب ومن بعد تنحصلوا على هذا الشكل هذا ديالها. من بعد ما خرجتها من الفران تجي هكا مشقه كامله واخده نفس اللون تقريبا، هي على حسب الفران. تجي على هذا الشكل.
أتمنى أنكم تشتركوا في القناة ديالي بالضغط على الزر الأحمر الموجود تحت الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. وإلا عجبكم الفيديو بكل تأكيد ضغطوا على زر الإعجاب. ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي.